شباب فاؤوس، مراكز شباب في مصر من وجهة نظرك بعد تجربتك كرئيسة لمركز شباب في الأقاليم، مشاكلها ايه؟ ايه اللي محتاجاه في الفتره الجايه؟ ايه الحاجات اللي اصطدمتي بيها قوي في المكان؟ ان مراكز الشباب في مصر كلها او بمعنى اصح البعيده، يعني لو هنتكلم عن مركز القاهره فيه اهتمام كبير جدا بيه، لكن احنا هنتكلم على الشرقيه، اسوان، الاقصر، الاماكن المحافظات البعيده دي كلها، الفيوم كده، ده كله ما فيش اهتمام بيه. احنا بنهتم بالقريبين جدا، مع ان اكتر ناس محتاجين الاهتمام الاقاليم. ليه بقى؟ لان الاقاليم دي بقى فيها اكتر قطاع من الناشئين والبراعم في الاقاليم، اكتر ناس بيبقى عندهم الفطره في موضوع كره القدم ده، وامكانيات قليله جدا، واللعبه الاساسيه عندهم هي كره القدم، ومفيش امكانيات، مفيش دعم، مفيش اهتمام لا من وزاره الشباب والرياضه ولا من الاتحاد، يعني عشان بعيده عن النظر، مفيش سبوت عليها. اجهزه الدوله لازم نشتغل على الموضوع ده، مهم جدا ان احنا نبدا مش من القاهره، لا معلش انا مش عايزه ابدا من القاهره الاساس طبعا وكل حاجه، بس الاقاليم اهم ان نبدا منها عشان اطلع للقاهره. يعني لما كنتوا بتحتاجوا تمويل، أدوات، ملابس رياضية، أي حاجة من الاحتياجات أو الأمور اللوجستية المطلوبة لأي مركز شباب، بتتصرفوا إزاي وبتعملوا إيه وبتحلوا الإشكاليات دي إزاي؟ اجتهادات ذاتية، مجهود ذاتي، أعضاء مجلس إدارة بيحاولوا يساعدوا بعض، رجال أعمال نحاول، بدأنا بعد كده بقى عمل موارد ذاتية للمركز، عمل سور للمركز يبقى كله محلات عشان يدخل دخل المكان. ونجحت التجربة؟ نجحت طبعا، يعني بدرجة أكيد. طبعا أكيد بقى في دخل شهري للمكان بيقدر يصرف عليه إلى درجة معينة يعني. طيب، يعني كانت الموارد أكتر في البداية بتعتمد على العمل التطوعي أو يعني التبرعات من رجال الأعمال؟ طبعا تبرعات، ورئيس مجلس الإدارة بيشيل الليلة أكتر يعني الأكبر. طبعا، لأن هو اللي بقى أهم، يعني هو أكتر حد بيبقى عايز المكان ده ما يقعش يعني. طيب، واتصالكم مع دوائر صناعة القرار في الرياضة في مصر لما كنتوا بتكلموا الوزارة أو الجهة المركزية اللي أنتوا تابعين لها، كان بيبقى المردود إيه؟ والوقت بتاخده قد إيه علشان تقدروا تلاقوا استجابة لطلب للمركز؟ مفيش استجابة، احنا بنتكلم وكل حاجة بنتواصل بس مفيش رد فعل، حاضر حاضر حاضر، مفيش ما بيحصلش، ما بيتحققش بقى انه يوفر لكم الحاجات المطلوبة دي. لا لا لا، يعني قليل جدا 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 بنسبة ضئيلة. انا واقعية شوية، ما بحبش اجامل في الحاجات دي بالذات، لان احنا عايزين الاصلاح، عايزين الصح. فانا اتمنى ان يكون في اهتمام من اجهزة الدولة المعنية ان هي تهتم بمراكز الشباب والاندية بتاعة الاقاليم دي اهتمام اكبر بكتير من اللي وضح دلوقتي. طيب، من مركز شباب فاؤوس كان في كمان تجربة في منطقة الشرقية لكرة القدم. ليه منطقة الشرقية لكرة القدم وليه الاهتمام بقى بكرة القدم تحديدا؟ يعني مركز الشباب هنقول ان ده في البيئة المحيطة بيكي والمكان اللي احتكيتي بيه والأسرة كانت مرتبطة بالمكان، لكن وصلتي بقى لدرجة مختلفة من الاهتمام بكرة القدم، ليه منطقة الشرقية لكرة القدم؟ والله هو كان بصراحة منطقة الشرقية لكرة القدم كان جاي التعيين دوت من خلال مجلس إدارة الاتحاد واللواء ثروت سويلم، لأن هو طبعا نائب عندنا في المحافظة الشرقية، فهو كان أول واحد طرح اسمي في الموضوع دوت، تم التعيين ليا. فبصراحة انا ما كنتش مجهزه لها او ما كنتش متوقعاها، بس انا اتعلمت ان انا قدام دخلت مكان لازم اعمل. ده كان بعد رئاسه مركز شباب فاؤوس؟ بعدها. يعني عشان اكتسبتي بقى خبرات اداريه؟ بعدها كنت عضو جمعيه عموميه، كنت بروح الاتحاد بقى وليا يعني حوارات وكلام، وليا فكر ان انا عايزه اوصل برضو فكر مجلس الشباب بتاعنا ايه المشاكل اللي عنده، ايه التواصل مع الجمعيه العموميه، التواصل مع الاتحاد وكده يعني. فكنت من خلال بقى وجودي في عضو منطقه الشرقيه لكره القدم دخلت، اهتميت جدا ان انا ارجع، يعني كان المناطق في الفتره اللي انا دخلتها ما فيش دور للمناطق دلوقتي، ده اللي انا شايفاه ان هي دور تنفيذي بس لا اكتر ولا اقل. فلقيت ان انا لازم اشتغل بقى على نفسي وعلى الناس اللي حواليا، يعني عملت اول حاجه دوري اكاديميه لكره القدم النسائيه بعد ما بقاش في كره قدم نسائيه في مصر بعد الدكتوره سحر الهواري. طبعا كل حاجه توقفت، العقد اللي كانت عاملاه وكان شكله حلو قوي انفرط. فانت كده دلوقتي بتحاول بقى تعمل حاجه واحده على النطاق بتاعي، انا كنت على قد محافظه الشرقيه، فعملت دوري اكاديميات، قعدت مع مدربين كره القدم وبدانا نتكلم ان احنا عايزين نرجع كره القدم النسائيه. الفكره كانت مقبوله جدا جدا وكان عليها اقبال كويس جدا من المدربين، اتكاتفنا مع بعض عشان نعمل دوري محترم، وبصراحه كان حاجه محترمه جدا، عملنا ليه انطلاقه محترمه من مدينه فاؤوس عندنا، وكان النهائي بتاع الدوري كان من نادي بروسيا العاشر من رمضان، وتشرفنا بالحضور النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد كفكره ان كره قدم ونسائيه، وبصراحه كان عندنا ضيوف كتير حاضرين انبهروا بالحدث. طب بعد الحدث ده وبعد نجاحه، هل بدات تلاقي في الوقت ده اهتمام اكتر من المسؤولين ومن اتحاد الكوره عن تطوير منظومه الرياضه وكره القدم في الشرقيه الفترة دي ولا لا؟ ولا الحدث وانتهى الحدث فرجعت الأمور زي ما هي؟
الحدث وانتهى الحدث. ما هو لا انا بالنسبه لي ما فيش حاجه بتنتهي، لازم اكمل في الحاجه دي، انا بجاهد واجتهد ان انا اوصل الحاجه بتاعتي ان انا تظهر وتبقى تظهر للنور بطريقه تستحق، ان لان كره القدم النسائيه موجوده، هي موجوده عندنا، عندنا بنات بيلعبوا وعندهم طموح وعندهم اداء كويس جدا، بس محتاجين ان المنظومه تشتغل صح، المنظومه تبقى باديه من القاعده عشان توصل بيها لقمه الهرم. لكن هو ده مش موجود دلوقتي، او معنى اصح لسه هيبدا يشتغل، او ممكن من خلال وجودي انا في الاتحاد ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل كده، ان احنا نساعد على نشر لعبه كره القدم النسائيه بطريقه علميه، دي اهم حاجه تبقى علميه تعليميه وبطريقه منظمه، بحيث ان احنا نشتغل على ان في عندنا قطاع براعم وناشئين للبنات زي وزي بالظبط قطاع الناشئين والبراعم للبنين، هنلاقي قاعده عندنا عريضه جدا، لما نلاقي قاعده عريضه هتطلعنا منها بنات بيمثلونا وشغالين معانا ويلعبوا في المنتخبات ويمثلوا مصر بره، فده هيساعد كتير، بس هو هياخد مجهود طبعا مما لا شك فيه، وتمويل وتمويل واهتمام ودعم قوي جدا جدا، مش دعم مادي بس، لا احنا لازم يبقى دعم مادي ومعنوي وان احنا نقف جنبهم بالظبط كده. طيب هل ده هيبقى اسهل عليك انك تحققيه بعد ما دلوقتي حضرتك نجحتي في الانتخابات وبقيتي عضوه في اكبر كيان بيدير كره القدم في مصر، اكبر كيان مسؤول رسميا عن كره القدم؟ ده حقيقي. هل هتقدري من خلال عضويتك في الاتحاد مع الكوادر الموجوده في الاتحاد زملائك في مجلس الاداره انك تحققي حاجات كتير اسهل عليكي كعضو مجلس اداره للاتحاد؟ هقول لحضرتك حاجه، انا طبعا عندي طموح ده ان انا احقق الحاجات دي كلها وان شاء الله مش هشتغل عليها، وطبعا انا مش هقدر اعمل حاجه لوحدي، لازم طبعا مساعده جميع اعضاء مجلس الاداره وطبعا راسهم رئيس مجلس الاداره الكابتن هاني بريده، لان الاتحاد المصري لكره القدم اسم لا يستهان به، اسم كبير جدا جدا زي ما حضرتك قلت، اكبر اتحاد موجود في مصر، اكبر شريحه بيشتغل عليها كره القدم اللي هي موجوده اساس الرياضه في مصر، فاكيد ان شاء الله لو تعاوننا مع بعض وكتفنا مع بعض انا بحلم ان شاء الله ان يكون يرجع ترجع كره القدم النسائيه بقوه وعلى اسس وعلى قدم، يعني ما تبقاش عباره عن عندي دوري بس مسابقه بس موجوده وتحت ما فيش حاجه، لا انا نفسي تبقى حاجه زيها زي كره القدم. ايه تاني لو اهدافك